هل يقتصر في السجود والركوع على قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دون أن يأتي بقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ويجزئه ذلك؟ لا، لا بد من سبحان ربي العظيم ولو مرة، ولا بد من سبحان ربي الأعلى في السجود ولو مرة، وما زاد عليها فهو تطوع.